بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن إن شاء الله اليوم نشارك مع قوتنا المجاهدين كافة وغازل ألويد حلب الإسلامية والعربية في غزوة الثائر وداء النهر دون تحديد المكان. نتمنى من الله عز وجل أن يكرمنا بالثبات في هذه المعركة وفي هذه الغزوة، وأن ينصرنا على من عادى. معنا هون يا أخونا أبو يوسف مجاهدين اللواء القدامى لنرفع راسنا. الله يبارك فيك يا أبو زيد. إن شاء الله نحن نتمنى من الله عز وجل أول شغلة الثبات، وإن شاء الله وتعالى النصر قريب والنصر آتي إن شاء الله. وإن شاء الله عز وجل بإذن الله نحن عنا يقين بالله عز وجل إن النصر آتي، ولكن لتنصلح نفوسنا أولا. وإن شاء الله عز وجل إن شاء الله في إصلاح إن شاء الله بالنفوس إن شاء الله، والله يجمع الصفوف. ندعو من الله عز وجل أن الله يثبت المجاهدين والله يسدد رميهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نسأل الله عز وجل الثبات والثبات والثبات والثبات، بحاجة إلى قوة إيمان إن شاء الله وعزيمة من إخواننا المجاهدين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. كيف؟ سيدنا على نصر.